السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا مقطع قصير نستعرض لكم فيه بعض المعلومات عن سباقات الحلبات الداخلية وأنواع الأرضيات اللي تجي معها. طبعا يسمى اللي هو الاندور ريسينج، له ثلاث أنواع من الأرضيات منتشرة أو الشائعة. الكاربت زي اللي موجود بالحلبة هذه، دائما يميل بين الرصاصي إلى الأسود، والتراكشن فيها يكون عالي جدا، أعلى نوع الأرضيات تراكشن، وهذا ما يسبب جزء من صعوبتها أو جزء من يخليها تكنيكال بزيادة. نوع الأرضيات الثانية مثل الكلي أو الطين، طبعا مو طين بس طين يعني ناشف، فتصير عليه طبقة خفيفة جدا من الرملة اللي يساعد السيارة يقلل التراكشن شوي. النوع الثالث أظن شائع اللي هو الترف أو اللي هو فرش الملاعب، الفرش الصناعي اللي يجي لونه أخضر على ما أظن. لكن من وجهة نظري كتكنيكاليتي وكصعوبة، يعني الفرش النوع هذا يزيد الصعوبة بسبب أنه يزيد التراكشن بول، يعني ما تقدر تأخذ اللفة بأي سرعة، أو إذا الهاي إذا السنتر جرافيتي حق سيارتك شوي عالي، لو شوي بسيط تلف بسرعة على طول تتقلب. فمن الأشياء المهمة بالسباقات هذه اختيارك نوعية الكفرات، لازم تصير ملائمة للكاربت، وأيضا المساعدات اللي أنت بركبها الأمامية والخلفية. السبب أنك تحتاج مو بس توزن السيارة على الأرض، تحتاج توزنها بالقفزات، فهبوطك بعد القفزة خصوصا إذا بعضها فيها لفة أحيانا يتأثر كثير إذا ما أنت بوازن السيارة كويس. فحبينا نشارككم بعض المعلومات البسيطة هذه، طبعا ما هي كل المعلومات، لكن إن شاء الله نشارككم بأكثر المقاطع الجاية. شكرا لمتابعتكم. Thank you.